احنا نكلمكم مبارك من ابوال افريقيا. انا سمعت البارح ان في مبادره عدلتها مريم السباعي جزاها الله خير لجمع تبرعات لبناء غرفه مرافق في المستشفى، وهذه المبادره ذمنا حتى ونشكرها عليها، وشجعتني ايضا اني انا من نفسي نتبرع بثمن غرفه اللي هي 2,255,000. ومن هذا المكان طالب من الموريتان كاملين عن كل واحد منهم، رجال الاعمال خاصه، عن كل واحد منهم يتبرع بغرفه، لان غرف المستشفى 295 غرفه، وقطعا نحن فينا اكثر من رجال الاعمال اللي قد يعدلوا هاي الغرف ذي هي. طالب من اي حد عنده صفحه فيها اكثر من 5,000 منتسب انه هم اللي ايضا يعدل مبادره على صفحته اياك يجمع ثمن غرفه. طالب من الجمعيات الخيريه تساعدنا. طالب من الناس كامل انها تعدل حمله كبيره اياك نبنوا هذا المستشفى باموال موريتانيه واحنا نقدوا نعدلوها. المسافر له دعوه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم لكل من ساهم في بناء بيت من هذه البيوت ان يبني الله له بيتا في الجنه، وان يحفظه من كل مرض ومن مرض السرطان ومن كل سوء. لا تخلي هذا الفيديو يبقى عندك، وزعوا. السلام عليكم.